ما تخافش على الاهلي، وصلنا لل 500 وما تخافش على الاهلي. انت بتقول في البدايه دي الحلقه ال 500، عشان كده دي حلقتكم. ما قلتش 500، قلت الحلقه دي تخصنا وتخصكم. طب تخصنا في ايه؟ تخصنا انها الحلقه ال 500 اللي احنا بندرها. طب تخصهم في ايه؟ ان معانا ما تخافش على الاهلي. معانا ما تخافش على الاهلي. اعتقد انتوا مش محتاجين تذكير. هم عملكوا كتابه يعني. مش محتاجين تذكير. ثوابت ملك وكتابه منذ ان بدات. اولا بنشكركم جدا، يعني لو ينفع اشكر كل واحد من حضراتكم اكون ممتن جدا، لانه ملك وكتابه الحقيقه برنامج من اول ما ظهر، ظهر وهو صوت لسان حال جماهير الاهلي، صوت كل الاهلاويه. وقلنا لكم في البدايه هنقف مع بعض في منطقه تخص النادي الاهلي، واذا تعارض الامر بين موقف من وجهه نظرنا مع أي موقف هتلاقونا دايما وأبدا في صف الجماهير، في صف الأعضاء، في صف مصلحة الأهلي. مصلحة الأهلي. وقلنا لكم مرارا وتكرارا لدينا من مش عايز أقول حتى الخبرة، طبعا الخبرة الكبيرة قوي عند المهندس عدلي ربنا يديله الصحة وطولة العمر، بس كمان لدينا من الرؤية المتواضعة اللي تخلينا نحاول مع حضراتكم. هي جت منين؟ ما احنا عايشين في النادي الأهلي سنة ولا 28 سنة. أيوة. ففي حاجات كتير اللي أنا بنساه أنت بتفكرني بيه والعكس. وقلنا ما تخافش على الأهلي لأنه هنقول لكم الحقيقة، ويوم ما تظبطونا بنقول حاجة غير الحقيقة أرجوكم نبهونا أو حاولوا تستوضحوا ده إزاي. وهنحاول الفترة الجاية نفعل وسيلة التواصل مع حضراتكم اللي بدأت كانت نشطة جدا. تفتكروا الرسائل اللي كانت بتظهر حتى على الشاشة لحظة بلحظة، وكان في شكل تفاعل كبير منذ أن بدأت أولى حلقات ملك وكتابة في فترات كانت صعبة جدا. يعني فعلا برنامج ولد من رحم المعاناة. احنا كنا بنيجي هنا في مدينة الانتاج الإعلامي في ظل حظر التجول وفي ظل كل الظروف الأمنية اللي حدثت بعد ثورة 25 يناير، لأنه أولى حلقات ملك وكتابة لو تذكروا كانت 31 مارس 2011، يعني شهرين بالظبط وخمس ايام بعد ثوره يناير. فكانت فعلا الفكره من رحم المعاناه، والشكل العام او المناخ العام وقتها كان فيه كتير من التوتر والقلق والمشاكل، لكن كان عندنا من الرغبه وعندنا من الـ الحرص على الايمان بدور البرنامج. لازم دي نقطه مهمه جدا. ومن بدايته قلنا لكم هنحاول مع بعض نطمنكم على الاهلي، نعرفكم قيمة ناديكم، نكشف لكم سبب تعلقكم كلما أمكن، تاريخه، لأنه ما ينفعش حد يحكي على الأهلي وعدل القيع موجود مع حفظ الألقاب. أنا يعني ما شاء الله هذا رجل، يعني أنا يمكن وجوده معايا باستمرار بيمنع أو بيلجمني شوية إن أنا أقدر أديله جزء من حقه كشاهد أمين وراصد حقيقي لأحداث النادي الأهلي التاريخية. واحنا مش هواة البكاء على الاطلال او حتى استدرار التاريخ لمجرد التاريخ، لا، عندنا فكره الربط ما بين اللي بيحصل دلوقتي جذوره في الاهلي عامله ازاي. الموقف اللي بيحصل دلوقتي مجلس اداره النادي الاهلي لما ياخد قرار ويقول مش هكمل الدوري علشان كذا كذا كذا، نقول لكم جعفر ولي باشا عمل ايه، نقول لكم كابتن صالح سليم عمل ايه، نقول لكم عبود باشا عمل ايه، لانه وكلها الاهلي سلسله متصله. كلها يا استاذ ابراهيم لازم الناس تفهم كويس قوي، الاهلي لا يتشدد الا في احقاق النظام والعدل. بالظبط. يعني احنا لما بنقول الدوري في ميعاده، احنا عارفين ان احنا هنكسبه مسبقا، يعني لا مش عارفين، لكن بنقول عشان نعرف نشتغل صح ونخطط صح ونبني صح، وبعد كده الايام تثبت ويرجع كل الناس اللي ما كانوش مقتنعين يقول لك عدم انتظام الدوري، عدم مش عارف ايه الكلام ده. الاعتزاز بالبرنامج يا استاذ ابراهيم، وانت بتقول رسالته وانت بتشكر الجماهير، لازم تشكره. ليه؟ منين ما تروح تجد الناس تتعامل معاك. طب كم مره قالوا لك فين الاستاذ عدلي؟ الناس فاكره هو بتهيألهم ان احنا ماشيين مع بعض. مع بعض. يعني يقول له طب فكره الارتباط في البرنامج
مع بعض. الناس متصورة ان احنا مش معقولة تكونوا مش عايشين مع بعض والتناغم ده موجود والكلام ده موجود. انا امبارح كنت في افتتاح مهرجان السينما القاهرة السينمائية الدولي القاهرة الدولي. ما تخيلتش ان برنامج مالي وكتابة هيبقى موجود بالقوة دي خالص. اولا كان موجود لان انا كنت موجود وقابلت الصديق العزيز محمد العدل رئيس القناة هناك. خلاص. وانا كنت رايح عشان بنتي عملت اغنية الافتتاح. عملت اغنية ختام المهرجان افتتاح البرنامج المهرجان. فعايزة تروح قالت لي من يا جماعة دي اللي نحتت المقولة العبقرية، الاهلي مش بيكسب عشان عظيم، ده الاهلي عظيم عشان بيكسب. ودي مقولة لازم نتمسك بيها كل شوية نفكر الناس بيها، هي عظمة الاهلي في النتائج ولا النتائج لان الاهلي عظيم؟ الاهلي لا يكسب لانه عظيم، الاهلي لا يكسب، الاهلي مش عظيم عشان بيكسب. ده بيكسب عشان عظيم. بيكسب عظيم. عشان عظيم. يعني النتائج العظمة من عظمة المكسب وليس المكسب هي من تصنع العظمة. انت رايح في وسط ممثلين مشاهير جدا. والجديد والقديم وصحفيين كتير جدا. يعني انا اسف يعني. اما تلاقي الناس حريصه انها تكلمك على مالك وكتاب وتاخد الصور التذكاريه ونتصور ويطمنوا على الاهلي، بيطمنوا على الاهلي. انطلاقا من معانا ما تخافش على الاهلي. لا، هو ده التاثير اللي انت لما تشوفه تعرف ان عرفت تعمل حاجه توصل للناس. صحيح. بنشكر برضو واحد من جمهور مالك وكتابه حماده ابو العينين اللي عمل يعني بعت لنا اهداء للاغنيه اللي استهلنا بيها الفقره. فليه ولكل الجمهور اللي بيثق في ان احنا ممكن نقول حاجه تفيده ليهم كل الشكر والتحيه. على فكره انت هتزعل منك الملايين. لا، الاستاذ هاني خميس اللي عمال يبعت لك اشعار ويبعت لك حاجات. عايز يشوفها. عايز وبيبعت حاجات مش بطاله ان شاء الله. ما تعمل استاذ ابراهيم فقره كده للمواهب دي عندك في المجله على الاقل. ما هي موجوده اللي بالعكس اللي بيبعت للمجله بننشرها. طبعا نقول للشباب ابعتوا للمجله اسهل وننتقي منها كل حين وحين حاجه يعني. طبعا مخرجنا الجميل محمد شوارب وفريق الاعداد الرائع المتفاني الزملاء الاعزاء محمد مصطفى وعبد المنعم القصة ومحمود المخبزي ومأمون الفداوي اليوم كل التحيه على كل الجهد اللي بيبذل، اللي قعدوا ينبشوا ويفكروا حضراتكم بأول حلقة في ملك وكتابة 31 مارس 2011 نفكركم وإحنا كمان نفتكر لأن الحياة نسينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم الجديد ملك وكتابه، برنامج اتعمل بناء على طلباتكم ولتلبيه احتياجاتكم. الملك هو النادي الاهلي والكتابه كل ما ينشر عن النادي الاهلي وخاصه التجاوزات، الاشاعات، الافتراءات. برنامج بيرد على كل هذه الامور بالوثائق والحقائق. معانا كمان الاستاذ ابراهيم المنيسي ملك الكتابه اللي هو هيقول لنا عندنا ايه النهارده. اهلا بيك يا باشمهندس واهلا بيكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وهذا البرنامج الجديد واولى حلقات ملك وكتابه. زي ما المهندس عدلي قال لكم الملك النادي الاهلي، الكتابه هو كل ما يكتب عن هذا الملك، لكن كمان اعتقد بعد 25 يناير الملك زادت قيمته والكتابه زادت قوي مساحتها وايضا المناخ اتسع للكثير والكثير من جرعات الحريات اللي بتفرض علينا تحديات جديده في المرحله اللي جايه. عندك ايه بقى ضمن الكلام اللي الناس متشوقه ان احنا نرد عليه وتعرف حقيقته؟ كتير من الموضوعات يا باشمهندس، بس خلينا نقول ابرز العناوين اللي عندنا. الاهلي والزمالك ووثائق امن الدوله. والتوأم يهاجم الاهلي 3 مرات يوميا. لكن الاهلي ووكاله الاعلان مين بيجامل مين؟ والاهلي بيفاوض عيد ودويدار وسليمان وبنسال الباشمهندس عدلي ومين كمان؟ والاعلام الرياضي وماذا بعد الثوره؟ ركبه بركات وحكايه لاعبي الاهلي مع الاغماءات.
لكن فلوس الحضري من يدفعها وماذا لو؟ البث الفضائي الزمالك يأخذ أقل بشرط إن الأهلي ما يكسبش. وأحمد حسن هيفضل في الأهلي ولا يروح الزمالك؟ والأهلي متهم دائما بإشعار النار في الأسعار. تسمح لي يا إبراهيم إن احنا نستأذن السادة المشاهدين ونقول لهم على فكرة أنتوا اللي هتختاروا لنا ترتيب الفقرات ونبتدي بإيه وعايزين تسمعوا إيه قبل إيه وتشوفوا إيه قبل إيه، لكن هنستأذنكم فقط في ضربة البداية، احنا هنختار الموضوع الأول، أما باقي الموضوعات تواصلوا معانا على الأرقام اللي موجودة وبالإس إم إسز اللي موجودة على الشاشة عشان تقولوا لنا أو تقولوا الكمبيوتر الحقيقة يرتب لنا إيه ترتيب الموضوعات حسب اهتمامكم بيها. أهم موضوع عايزين نبدأ بيه، الجمهور اختار لنا إيه والكمبيوتر اختار لنا إيه؟ طب نشوف الكمبيوتر من خلال الجمهور اختار إيه. يعني طبعا ذكريات واحنا عايشينها كده، دي كانت اول حلقه عايزين بمناسبه كنا بنتلمس هويتنا لسه يعني نشكر ونذكر طبعا مخرجنا الجميل اللي بدا معانا الاستاذ شريف جبران، وكان البروديوسر الجميل عماد عبد الحميد، ومحمد القوصي كان كمان على راس فريق الاعداد، فليهم كل التحيه لانه هذا. ومحمد احمد فضل برضو كان من نجوم البرنامج اللي خلف الكاميرات، الحقيقه كان الكل بيتفانى في مجهود كبير، حاجه جديده يعني، واي حاجه جديده. عايز اقول لك على حاجه بمناسبه حاجه جديده، الله يرحمه خالد توحيد بعد في احدى الحلقات كده قال لي انا، واعتقد قال الكلام ده مع كابتن شوبير في مره وهو ضيف معاه، قال ان هو شاف تقرير لنسب المشاهده فكان ملك وكتابه في التوقيت ده الأعلى مشاهدة بين كل البرامج عامة، مش حتى قال له البرامج الرياضية، قال له لا إجمال البرامج. الحمد لله. فولد ملك وكتابة عملاقا، والحقيقة يعني ربنا يقدرنا نحاول نلبي كل احتياجات ورغبات حضراتكم في إن أنتم تطمنوا باستمرار عن الأهلي. في جزء من الحلقة رقم 100 لأنه الحلقة الأولى كنا صغيرين شوية. يعني أنت ما شاء الله عليك لكن مياه كثيرة مرت في النهر حتى وصلنا للحلقة 100. كانت الحلقة 100 في 2 يوليو 2012. نحاول معاكم نفتكر كنا عاملين ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الملك والنادي الاهلي والكتابة كل ما يكتب عنه، ولكن لماذا هذا التذكير؟ نعرفها من الأستاذ إبراهيم الزميل العزيز. أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة المهمة جدا والاستثنائية من برنامجكم ملك وكتابة. بحلقة الليلة يكمل ملك وكتابة 100 حلقة، 100 حلقة كاملة منذ انطلاق ضربة البداية في ملك وكتابة يا ملك الصفقات. انت قلت لي لازم نفكرهم باول حلقه ساعه ما قلنا لهم الملك والاهلي والكتابه كل ما يكتب صحيح عنه. صحيح. في بمناسبه الحلقه دليل البرنامج المئويه. واعتقد ان الوقت جري بسرعه، بس احنا يوميها قلنا سالتني سؤال، لو سالتوني تانية اجابتي هتختلف. قلت لي وقتها تفتكر فكره البرنامج وصلت للناس كما نريدها؟ قلت لك الحقيقه مش كل الناس. لو سألتني دلوقتي هقول لك ايه؟ طب ما نفكر. طب ما تقول لي انت لو سألتك انا دلوقتي، يعني 100 حلقة كاملة، كل سنة وحضراتكم طيبين. يمكن كان الثابت الدائم في ملك وكتابة اللي اتفقنا مع حضراتكم عليه في البداية، احنا ما بنردش الا بالوثائق وبالمنطق، احترام عقلية المشاهد، لان احنا نعي جيدا انه المشاهد في السنين الأخيرة الرياضة بالذات اكتسبت شريحة من المثقفين والمتعلمين والنابهين ربما والمتابعين بدقة، والمتابعين بدقة القادرين على الفرز، لأنه دايما أبدا تسمع الناس فلان قال كذا والناس هي مع نفسها بترد عليه، أصبح عندها تراكم خبرات جيد، عندها خلفية معلومات لا بأس بها، فبقت المسألة
يمكن ده ريحنا شوية في الرد، لأنه من قبل ما نرد تقريبا الناس متوقعة احنا هنرد بإيه، لكن كان اتفاقنا من البداية رقم واحد الرد الموثق، بمعنى ان احنا فكرة ملك وكتابة بنجيب الزميل قال ايه، كتب ايه، اذاع ايه، او طلع في برنامج قال كذا في التلفزيون او الاذاعة او في اي موقع من مواقع الانترنت. فبالتالي احنا ما بنردش على حاجات غيبية او تخيلية، لا، ده برنامج بفكرة قول على قول، لو ما فيش قول مش هيبقى فيه قول عليه، يعني برنامج رد فعل للي بيتقال، ما هوش صاحب الفعل، ورد بالحقيقة الموثقة. واعتقد طالما ان احنا في المقوية لازم نقول حاجة يعني عن نفسنا، مش عن نفسنا، عن البرنامج. يعني نستطيع ان نزعم اننا قدمنا الى الاداء الاعلامي هذا الشكل الجديد الذي يعتمد على ما يقال والرد عليه بمقاطع اصبحت فكرة، يعني فكرة يتم تداولها في كثير من البرامج، ويعني عايز البرامج الاخرى الان كتير من القنوات الفضائية فيها برامج حتى في النواحي السياسية خرجت من عباءة فكر ملك وكتابة، وهو ضرورة الاحتفاظ بالوثائق والفيديوهات والرد عليها بشكل موثق والرجوع إليها إذا احتاج الأمر. بالضبط، شفنا واليوتيوب ساعد على كده كتير، وشبكات الإنترنت أدت إلى رواج فكر ملك وكتابة. يعني كنا بنتكلم في الفاصل منهجية البرنامج في أنه يلجأ إلى الفيديوهات والوثائق وتتحط، وأحيانا أنت بتقول إيه ونسيت وجاي تناقض نفسك فبنخليك ترد على نفسك. بالضبط، هي الحقيقة الأستاذ الدكتور وأستاذنا الحقيقة يعني من الأساتذة اللي في كلية الإعلام الواحد بيسعد وبيفخر بيه الدكتور حسن عماد المكاوي، لما جبناه على التليفون وحتى بعدها الرجل كان حريص أنه يكلمني انه قد ايه هو بيقدر فكره لغه البرنامج، والراي لما يكون من استاذ الاساتذه اعتقد بيبقى له معنى، بيلزمنا بمسؤوليه اكبر، انه اولا منهجيه البرنامج زي ما عرضناها واتكلمنا فيها كتير، التعريف الملك هو الاهلي والكتابه كل ما يكتب عن هذا الملك، لكن فكره القول على القول والرد على كل ما يقال بدليل نقلي وعقلي، بدليل نقلي لأنه باستمرار بنجيب المستند، وأعتقد شفتوا حضراتكم الكثير من الوثائق حتى من محاضر اجتماعات مجلس إدارة النادي كنتوا بتشوفوها بخط اليد على شاشة ملك وكتابة، كمان الدليل النقلي في كل اللي بيقول حاجة هو بعظمة لسانه، كان عندنا فقرة حتى اسمها بعظمة لسانه وقول على قول، وكان عندنا قول على قول، في حد بيقول احنا بنقول على قوله، لكن انه نعبأ ملك وكتابة يكون هو البيونير هو الرائد في استحداث فكرة استخدام فيديوهات البرامج الأخرى والتناول فيها والتعريض ليها ومناقشتها، كانت فكرة جديدة. لو في أي برنامج قبل ملك وكتابة في 2011 استخدم هذه المنهجية يفكرنا ونعتذر له، لكن حتى لحظة ظهور ملك وكتابة على الشاشة في مارس 2011 كان هو الرائد في استخدام فيديوهات البرامج الأخرى. بعد كده الفكرة اتطورت لكتير من البرامج المنوعة مش بس حتى الرياضة، وكنا سعداء ان احنا قدرنا حتى نعمل سياسة نقلة، بقت حاجات فقرات في برامج كبيرة اتعملت في قنوات كبيرة على نفس الفكرة وعلى نفس المنهجية، كنا سعداء. هو بس انا عايز اقول للناس احدثنا هذه النقلة في الاداء لله. المهني احنا ليه بنقول هذا الكلام؟ يمكن كان يبدو البعض يقول لك انتوا بتتكلموا على نفسكم، هنستأذنكم نتكلم شوية على البرنامج وعن نفسنا عشان دي المناسبة الحلقة 500، يعني ده اللي بيخلينا نتكلم، يعني احنا دايما احنا ما اتكلمناش قبل كده وقلنا عملنا وسوينا، انما يمكن اللحظه اللي احنا بنحتفل بيها دلوقتي بالحلقه 500 تخلينا من باب التذكير ان احنا نتكلم احيانا ونذكر ما حدث ونذكر مجهودنا ونذكر اسامينا موجود الناس التانيه، فبنعتذر لهم زمان. يعني صحيح. بنعتذر ومش هتحصل تاني. طيب
كمان فكرة إن احنا نكون حريصين على إرساء العلاقات الكويسة بين الأندية والحفاظ للأهلي على علاقاته بكل الأندية، حتى لما بنرد على زملاء في نادي الزمالك صحفيين في برامج في غيره وفي غيره، كنا حريصين باستمرار على ضبط النفس، وكنا حريصين دايما وابدا على عدم الاستدراج او الانجرار لمناطق شخصية. اعتقد تابعته كتير جدا منالنا، لكن كان عندنا قدر كافي من الترفع، قدر كافي من المسؤولية، قدر كافي من ادراكنا لقيمة النادي الاهلي. انا بس عايز الخص كل اللي انت بتقوله ده عشان نفكر، كنا دايما نقول ايه، خلافنا مع المكتوب مش مع الكاتب. صحيح. دي منهجنا في التعرض لاي امر، يعني حد، وكنا دايما بنقول اللي يمسنا شخصيا هنتجاوز عنه، لكن اللي يمس النادي الاهلي ما نقدرش نفوته. سارت السفينه في ملك وكتابه، وكنا وصلنا في 25 نوفمبر 2013 للحلقه رقم 200. بيبقى في مثل هذه المناسبات مناسب ان انت تقف عند الحلقات الرقميه المقفوله. كنت عامل ازاي في رقم واحد؟ كنت عامل ازاي في المية؟ في الميتين عامل ازاي؟ نفتكر ونفكر نفسينا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه، وما زال افضل نادي في الكون يواصل البهجه والاحتفاليه والتالق والانطلاق الى الافاق العالميه، ولكن هذا حديث له مجاله في هذه الحلقه. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين. وبالفعل هي لحظات الزهو بالملك، لحظات الفخر بالنادي الاهلي وبالكره المصريه وبمصر كلها. اليوم كان يوما مشهودا في تاريخ النادي الاهلي. الاتحاد الدولي لكره القدم يحتفي بالنادي الاهلي ويوفد مدير بطوله كاس العالم للانديه مع كاس العالم للاحتفاء بهذا الفريق الذي حقق رقما قياسيا عالميا، كونه اول نادي يصل مع اوكلاند سيتي النيوزيلندي الى كاس العالم للانديه 5 مرات في تاريخ البطوله. واعتقد يا باشمهندس كان مؤتمر فعلا جدير بالنادي الاهلي. المؤتمر كان جميل وهنتحدث بالتفصيل عنه ما يجي حينه، ولكن ايضا هذا التزامن الرائع بين توقيت المؤتمر وفوز النادي الاهلي او الاعلان الرسمي لفوز النادي الاهلي بجائزه الابداع الرياضي عن طريق اللجنه المشكله على كاس جائزه محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي، وهنقول تفاصيل، وانت عندك خلفيات عن هذه الجائزة العظيمة كلها تبعث إلى البهجة والاحتفال بأجمل نادي في الكون. يبدو أن الجوائز هي اللي بتدور على النادي الأهلي، مش بس أنه هو يتوج في أفريقيا نادي القرن، ولا يتوج أو يوضع في تصنيف أو على رأس التصنيف الأفريقي، لا كمان يصل إلى مصاف العالمية ويبقى أحسن نادي في الكون حصولا على البطولات في الترتيب الاول. ياتي هذه المره التكريم عربيا واسيويا، وزي ما المهندس عدلي اشار يمنحه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم جائزه الابداع الرياضي لما قدمه الاهلي من فنون ابداعيه في كره القدم في الموسم الماضي. التفاصيل في الحيثيات اللي انت تعرف عنها الكثير، المبهجه جدا، المبهجه جدا، ولكن بتهيألي انت عودتنا تقرا الحقيقه، يعني حلقه ثريه جدا وحلقه دسمه فيها الكثير من الموضوعات والعناوين. طيب، لا جديد تحت الشمس. في الحلقه دي احنا بنتكلم على تقييم دولي. الاتحاد الدولي بيبعت الكاس عشان يحتفل بالنادي الاهلي الاكثر وصولا الى نهائيات كاس العالم مع اوكلاند، ويمنح جائزه الابداع، وبعدين ايضا يمنح جائزه الابداع الرياضي الممنوحة من الشيخ محمد بن راشد.
في الحلقه 300 انا بس قبل ما نوصل الحلقه 300 والنبي معلش اتفضل انا ما خالفتكش في ال 200 هخالفك في ال 500 لا خليني بس عايز اربط هنا ما اشبه الليله بالبارحه ايوه عشنا هذا الموسم في سلسله من التكريمات للنادي ولرئيسه ايوه وسام الاحترام سفير مش عارف ايه الاكثر ايه نجم النجوم الاساطير الاساطير الاسطوره هذه الالقاب تمنح لرئيس نادي يروج انه مش هينزل كمان سنتين انتخابات النادي الاهلي انا ليه برح في الموضوع ده لان يا جماعه انا شامم الريحه دي من كام شهر ان هيشتغلوا على الحته دي من فضلكم سيبوا الاهلي في حاله ولما يجي ميعاد الانتخابات يا سيدي اعملوا اللي انتوا عايزينه اتفضل استاذ ابراهيم طيب في 21 اغسطس 2017 كنا وصلنا للحلقه 300 نفتكرها بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة حلقة خاصة إطارها العام الإخلاص تستحق المتابعة والمشاهدة بإخلاص إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دائما في ملك وكتابة هي فعلا فترات مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي في إطار أيضا سعي النادي الأهلي بكل قوة لتدعيم صفوفه لبدء موسم قوي جديد للاستمرار باللعب دائما وابدا قرب منصه التتويج. الاهلي بعد ما انهى الموسم المحلي بالفوز بالدوري والكاس ابرم بعض الصفقات المهمه وها هو يستعد بقوه لاقرب تحدي مع الترجي التونسي يا باشمهندس. نتمنى يعني الخطوه القادمه دي هي اهم الخطوات. هي اللي فيها زي ما بيقولوا ايه البهريز كله. يعني هي دي اللي لو عملتها بقى نرجع تاني نمسك بتلابيب ريال مدريد ونلعب مع الكبار ان شاء الله بداية الاخبار بتاعتنا يمكن جولة متنوعة ما بين بيان للأستاذ رجاء عطية عضو النادي الكبير لكن خلينا الاول نقول ابرز ما في الحلقة من عناوين كل الترجي التركيز أهلي آخر الصفقات وعودة الأبناء ملوك ريمونتادا الوقت القاتل وزي ما أكد المهندس عدلي الإخلاص والسندباد مش أحسن مننا وأخيرا من فتح العام افرح يا أهلاوي باشمهندس النهاردة يمكن كلمني الأستاذ وليد مهدي مدير لجنة المباريات في النادي والحقيقة يعني عكف على إنهاء مشروع إصدار البطاقات الموسمية أيوة. وأعلن النادي على إصدار بطاقة حضور الجماهير للمباريات بعنوان أهلاوي وافتخر لمدة 3 سنين البطاقة بتتباع لمدة 3 سنوات اعتبارا من موسم 2017 وحتى 2020 للدرجة الموحدة موضحا أن هذه البطاقة الذكية تمكن راغبي حضور المباريات من حضور أي مباراة للأهلي بجمهور يمكن حضراتكم تلمسوا بعض التطوير في طريقة الأداء في المحتوى في طريقة عرض المحتوى ودي طبيعة الأمور يعني الإنسان لازم دائما يتغير أستاذ إبراهيم ويتطور لحد ما يوصل بقى لل 400 الحلقه ال 400 كانت في اول نوفمبر 2018 نفتكرها بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه عندما حاول الأقزام النيل من أبي الهول إياكم والعبث مع الأهلي
ابراهيم. اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم يا اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. حلقه الخميس حلقه مختلفه جدا، تقدروا تقولوا ليله الفرح، تقدروا تقولوا ليله التاهب للحدث الكبير، تقدروا تقولوا موعد مع التاريخ. موعد مع التاريخ ده العنوان الكبير العريض لمحتوى حلقة الليلة المهمة. تاريخ الذي يحاول بعض الأقزام تزييفه والنيل منه. ولا تقفون عن المحاولة، ولنا كلام وقف في هذا الأمر أستاذ إبراهيم. عشان كده حلقة في توقيتها، في توقيتها وفي معادها وفي مضمونها، اللي نتمنى إن شاء الله انه يلقى قبول واستمتاع حضراتكم، وايضا يطمئنكم كثيرا عن ما ينتظر الاهلي غدا. هي لحظات مهمه جدا يتاهب فيها ابطال الاهلي لكتابه سطر جديد في كتاب التاريخ، التاريخ بكل معاني الكلمه، الذي يفتح ابوابه لاستقبال حدث جديد مهم ان شاء الله يقطع الاهلي شوطا مهما منه، ويبقى الشوط الاخر الجمعه القادم 9 نوفمبر في تونس بإذن الله. بكرة في 9 مساء موعد مع التاريخ، الأهلي والترجي التونسي، نهائي دوري أبطال أفريقيا. هذا النهائي الذي أطلق عليه موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نهائي الرعب والفزع. هو بالفعل في هذه المعاني يا باشمهندس، الرعب والفزع. بالتأكيد ده واحدة من أصعب النهائيات التي سوف يخوضها النادي الأهلي. أولا لأنه نهائي كلاسيكو. كلاسيكو افريقي. أيوة. يتكرر كثيرا مع الترجي، سواء في دور قبل النهائي او في النهائي. وهيتكرر مع اشقاء نكن لهم يكونون لنا كل الود والاعتزاز والاعزاز، حتى لما حاول البعض بطريقه فجه كالعاده ان يتملق مشاعر بعض مشجعي الترجويه ان هنشجعكم وهنعمل لكم، كان الرد قاسيا جدا من مشجعي الترجي عليهم. خليكم في حالكم، خليكم في حالكم، ده صراع الكبار مالكوش دعوه فيه، احنا والاهلي حبايب، احنا والاهلي حبايب، وهو حوار سينتهي الى تاهل احدنا، وهذا صراع الكبار ليس لكم فيه. يمكن كان بقى التطور حتى على شكلنا، على 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 ملامحنا بنكبر، كنا قد هرمنا. ولكن المواضيع اللي بقت تفرض نفسها استاذ ابراهيم اختلفت. احنا كنا بنناقش قضايا، مش بنناقش داخلين في مهابره وتصدي لهجمه شرسه باسلوب غير مسبوق، وما زلنا حتى وقت قريب كنا مضطرين ان احنا نتصدى لهذا الامر. انا كنت بشعر بالمسؤوليه دي مع اجهزه فنيه سابقه الحقيقه، ومديرين كره كتير في كان باستمرار يشعروا بدور ملك وكتابه في مسانده الفرقه وفي الدفاع عن الفرقه وفي الحصول للفريق على حقوق مشروعه، لان ما بقاش صراع رياضي. الصراع ما بقاش رياضي، عشان كده كان مهم جدا نسمع راي بعض اعضاء النادي الاهلي عن ملك وكتابه في الحلقه ال 500. والله انا احب اشكر عدل المهندس عادل القاعي وابراهيم المنيسي، هما ناس محترمه جدا واكتر ناس بيعرفوا يدافعوا عن النادي الاهلي كويس، وبغير ما يغلطوا في اي حد، لان مبادئ النادي الاهلي هو الاحترام غير اي نادي تاني اخر. واقول لهم الف الف مبروك، وربنا يكرمهم يا رب ويفضلوا في استمرار على طول ان شاء الله. والله البرنامج بيعجبني جدا، اصلا بتابعه اثنين وخميس، يعني بتابعه البرنامج كويس وبيغطي كل حاجه يعني. بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقهم بالتوفيق ان شاء الله. وان شاء الله المزيد من التقدم باذن الله تعالى ان شاء الله يعني. وبحب اهنئ المهندس عادل الكاي والمهندس والاستاذ ابراهيم المنيسي على البرنامج بتاعهم على مرور 500 حلقه، لان البرنامج ده بيدافع عن دايما عن حقوق النادي الاهلي وعن كل حاجه تخص النادي الاهلي. برنامج جميل جدا، بيطرح يعني اهم مشاكل النادي واهي حاجه بتواجهه، وان شاء الله بنتمنى توفيق البرنامج والمهندس عادل ان شاء الله. بشكرهم جدا على المجهود اللي بيقدموه، ان شاء الله قبل 1000 حلقه باذن الله. هم طبعا بيدافعوا عن حقوق النادي الاهلي، وليهم مجهود كبير طبعا مع مجلس الاداره اللي هم بذلوه، ليهم حاجات كتيره طبعا، وبارك لهم. اول حاجه بس ان هم الحلقه ال 500 عليهم، وبالتوفيق ان شاء الله.
أنا طبعا شايف إن البرنامج طبعا فيه خبرات كبيرة زي المهندس عادل القيعي وزي الأستاذ إبراهيم المنيسي، وطبعا الأفكار بتاعتهم طبعا مفيدة للنادي وللفرقة، وبيجمعوا طبعا الحاجات اللي هي بتحصل بره النادي وبيجيبوا جميع الآراء، وأنا شايف إن فكرة البرنامج جميلة وإن شاء الله مفيدة. أولا أنا ببارك للباشمهندس عادل القيعي على مرور 500 حلقة من البرنامج، والباش والأستاذ إبراهيم المنيسي طبعا. البرنامج ده دايما بيجيب حق الأهلي وبيتكلم بشكل كويس يعني، وبيرد على جميع المنتقدين للنادي الأهلي دايما يعني. دي كانت جولة بين أعضاء النادي اللي بنشكرهم على تقديرهم ومتابعتهم، ولكن ماذا عن جمهور النادي الأهلي ورأيهم في هذا البرنامج؟ وبصراحة أنا متابع للبرنامج، أنا زملكاوي الأول ومن عشاق طبعا كابتن إبراهيم المنيسي وأستاذ عادل القيعي، والبرنامج هايل جدا طبعا وبيجيب حق النادي الأهلي وبيدافع عامة يعني عن الكورة في مصر والكلام ده. برنامج بيدافع جدا عن النادي الأهلي ومنصف كمان. أحب أقول له ألف شكر ليك طبعا لأنه بيدور على حق النادي الأهلي وبدافع عنه. أحب أشكر الأستاذ عادل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي عن البرنامج هما بيقدموه للنادي الأهلي، وبهنيهم بمرور 500 حلقة لحد دلوقتي على البرنامج بتاعهم. البرنامج ناجح 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 ناجح، البرنامج دوت يعني بيدي النادي الأهلي وبيعرف الناس النادي الأهلي ده إيه، والنادي الأهلي ده كيان، والنادي الأهلي ده أصلا صرح كبير، وهم بيوضحوا للناس النادي الأهلي هو صرح صروح النادي الأهلي في مصر. أنا بحب أبارك لهم طبعا على بمناسبة 500 حلقة، ولو هنتكلم عليهم طبعا احنا محتاجين ايام وشهور عشان نتكلم على الكابتن عادل القيعي وابراهيم المنيسي، دول تاريخ في الاهلي، وخاصه الكابتن عادل القيعي بما له من باع كبير في خدمه النادي الاهلي من 30 سنه فاتوا، وانا ما اقدرش اقول حاجه بصراحه عليه يعني، انا مش انا اللي اتكلم، انا اقل من ان انا اتكلم على الناس دي، بس انا بشكرهم جدا 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 جدا، واتمنى ان هم يفضلوا دايما سندا وعونا للنادي الاهلي. والله هو برنامج ممتاز يعني، بيقدم كل حاجه بموضوعيه وبحياديه وبيقول الواقع، بيشرح الواقع، وكفايه انهم بيردوا على منتقدين النادي الاهلي. 500 حلقه طبعا عدد مش قليل، وان دايما انت ماشي ب 500 حلقه اكيد انت ناجح، وخليكم زي ما انتم مستمرين، وان شاء الله طول ما انتم موجودين الاهلي هيبقى بخير، وان شاء الله البرنامج هيفضل موجود ودايما تبقى مقدمين انتوا الاثنين. مرور 500 حلقه ان شاء الله من تقدم لتقدم يعني، عقبال المليون حلقه باذن الله وفي نجاح ان شاء الله دايما. احب اولا ابارك للمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي على مرور 500 حلقه على برنامج ملك وكتابه، وان شاء الله يا رب عقبال الحلقه الالف ومن نجاح لنجاح باذن الله، اتمنى التوفيق للنادي الاهلي وللكره المصريه عامه يا رب. احب اقول مبروك جدا على البرنامج الجامد ده، طبعا مصداقيه جدا وطبعا ما فيهوش ولا لف وحوارات بكتير، لا بالعكس هو مصداقي جدا سواء لاي نادي في مصر، وخصوصا نقول لهم الف مبروك على 500 حلقه للاستاذ ابراهيم الليسي والاستاذ عادل القيعي. انا ببارك اسره ملك وكتابه على البرنامج وعلى مرور 500 حلقه وعقبال الالف ان شاء الله. احنا كمان بنشكركم وبنبارك لكم، وربنا قدرنا ان احنا نكون على قدر الثقه والمصداقيه.